عزيزي المشاهد، طفشان وصايم وما عندك شيء تسويه، خلصت قراءة قرآن وصلاة، الله يجزاك خير، بس باقي فاضي؟ عندي 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 المرة هذه، عندي المرة جايب لكم لعبة يا جماعة الخير مدعومة على جميع أنواع الجوالات وعلى الكمبيوتر الشخصي والمحمول، وتقدر تلعبها مجانا من حالك ولا مع أخوياك بكل بساطة. اللعبة مطورينها نفس مطورين رايز أوف كينجدوم، ولعبة جديدة وحصرية آزة توها نزلت لك الآن. ركز معي زين، كول أوف دراجون نداء التنانين، هي لعبة على الجوال استراتيجية مغامرة خيالية، شلون ما أدري، بتشوفها الآن. تقدر فيها تجند شخصيات وابطال سحريين كثير مره، وبعطيكم امثله بسيطه مثل الميجز والمايتي اوريكس، هذول شخصيات جوا اللعبه نفسها، ونفس الابطال هذول تقدر تزودهم بخاصيات لهم خاصه زي التخفي والتنقل عن بعد والهيل الجماعي، انت تختار على الشيء اللي تبيه، وبرضه تقدر تتحكم باتجاه المعركه كامل بضربه واحده بس. لعبه كول اوف دراجون تختلف عن باقي الالعاب لانها اضافت الفتره الاخيره عدد كبير من القوات اللي تقدر تستخدمها في الجو، يعني الطائره، وبنفس الوقت طويله المدى. جوا اللعبه بتفهم قصدي ايش قاعد اقول انا، ومن اجمل ما فيها ان اللعبه تحاكي الواقع من ناحيه المعالم والتضاريس داخل اللعبه، حتى ايضا 3D. في مكان في اللعبه اسمه تمرس، هذا المكان هو الزبده، شفتوا ثلث باقي الالعاب وما بقول اسماء ثانيه، هذا المكان نفسه العالم كله تفوكسه، وانت قاعد تستكشف بتلقى تنانين جديده وثعابين زي الثعبان ابو ثلاث رؤوس هذاك تعرفونه اتوقع. فوق هذا كل اللعبه سويت لكم انشطه فعاليات داخلها للناس باللغة العربية، تقدر من خلالها تربح جوائز زي بلايستيشن 5 وستريم ديك وغيرها. ابغى اطلع عليكم اكثر، اللعبة مجانية وتحت بالوصف، حملوها التعليق مربوطة. شكرا لكم، سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. اوعدك وعد قبل اي شيء انك بتشوف شيء، والله وتالله وبال يا عيال ايش فيه يا عيال ايش فيه ركان، والله اني اوعدكم وعد انك لو تفر اليوتيوب العربي والاجنبي واينما كان انك ما راح تحصل مثل اللي بتشوفه اليوم، لانك يا عزيزي المشاهد ويا عزيزي اللاعب يا جماعه اللي معي في الجيم بتشوفون شيء من العيار الثقيل، حاجه مش طبيعيه. بس لازم تعرف اني قاعد اسوي هذه الاشياء لانك انت تستاهل. كيف تستاهل؟ اخر مقطع يا جماعه وصل فوق 200 الف لايك وفوق المليونين و400 مشاهده، والله ان الصفقه قليله بحبكم قسما بالله. بس عندي طلب اليوم، ما نبغى نركز على اللايكات اليوم ولا على المشاهدات، نبي نركز على شيء واحد، ظهرتكم يا جماعه نسبه الاشتراك والغير مشترك، اتمنى منك اذا انت مع الغير مشتركين ترى تزر الاشتراك، صدقوني 7 مليون نقدر نوصلها خلال 3 شهور 4 شهور ماكس، لو كل واحد تاكد هو يطالع ضغط الاشتراك. ابطل عليكم مود اليوم فورتنايت ولكن بامونجس، جاهزين يا جماعه؟ جاهزين. سمي بالله الصدمه الكبرى. بسم الله. ثواني قبل لا تبدا، بديت يلا طور فورتنايت، ايش يصير اذا طور فورتنايت؟ اسلم. جاهز؟ انا الامبوستر. ايش هذا الصوت؟ اول شيء وش باص باص ينزلكم، مو زي اي جيم، الباص ينزلكم وتطبون من الباص وتختارون المكان اللي تنزلون فيه. استعبل. كل شخصية الله. من فورتنايت هي نفس الشخصية اللي موجودة باللعبة، كل واحد ينزل مكان عشوائي وتوزعون وكل جيم تتغير. ممتاز ممتاز، شخصيات فورتنايت موجودة بنفس اللعبة. الآن أبغى من الجميع يجتمع لي عند الطاولة اللي بالنص. طور عندنا 3 سكنات معروفة جدا، السكن الأول اللي راح يكون من خصائص الامبوستر واحد وهو بنت الطيارة. طيب بنت الطيارة ايش بتسوي؟ خلونا على حبة حبة. بنت الطيارة على اسمها تقدر تستدعي من خلالها طيارة، الطيارة تجيك وتركبها، وتقدر اذا ركبت الطيارة تفتح لك خصائص وبتشوفونها في الجيم. ابى اشرح لكم خاصية واحدة، رايد تعالي تحت بالله اذا ما عليك امر. بنت الطيارة الخاصية الاولى الترقيص، يرقص رقص السواحات، ممتاز. الخاصية الثانية اقدر اروح للمواطن اي مكان واشيله بالشبك واحذفه باي مكان ابغى، ارميه برا الماب، ارميه داخل، ارقصه، اي شيء اسوي فيه. تمام، خلونا على حبه حبه، لكن ما خلصت. لو انزل من الطياره تلاحظون في صناديق في الماب. طيب احمد الصناديق شو تسوي؟ ابوريكم الان، كل صندوق داخله لوت، وبتشوفون اللوت وانتم قاعدين تلعبون. اذا فتحت الصندوق يطلع لك سلاح، لا مثلا طلع لي شبكه، معي بومبه الان انا، يعني شو اسوي بالبومب؟ يعني امسك واحد كذا شهني وافلخ راسه وان شوت ون كل على طول. يا جماعه ما خلصت، قلت لكم شيء من العيار الثقيل، اعرفوا انه من العيار الثقيل. الخاصيه الثانيه السكيلتون، السكيلتون البنفسجي. نعم عزيزي المشاهد، طبعا السلاح اذا اخذته يبقى معاك طول الجيم، وفي اسلحه كثيره بتشوفونها بعد شوي، لكن في اشياء مثلا سكيلتون بنفسجي لو اروح مثلا عند مين؟ عند راكان، نشق وجه راكان. لا لا لا. طيب رامي، تعال رامي اشق وجه رامي، على طول انهاء. يا الخاصية الثالثة بنت الزومبي، بسم الله بنت الزومبي. كذا كثير والله. بنت الزومبي تقدر تبني، هي اللاعب الوحيد اللي يقدر يبني ويقفل على طول. اطلع تبني؟ اطلع. اي نعم، اطلع جريدة وابني بكل بساطة. ها
حطيت جدار اقدر اقفل عليكم وما اخليكم تمرون، ما تقدرون تتحركون، اقدر احبسكم في مكان واحد، واقدر ايضا بضغطه زر اختار مثلا راكان. ايوه ويجونك يا راكان عيال عمي يلحقونك نفس الفورتنايت. وقف راكان، وقف يا راكان، وقف، خلينا نشوف، خلينا نشوف، خلينا نشوف، وقف وقف وقف. ايش تخبطون وجهي؟ والله تخبط وجهي. طبعا في خصائص يا جماعه كثيره بس مع الجيم بتشوفونها، وفي صناديق مليانه بالماب ما بحرق عليكم، اللي اوعدكم انكم تستمتعون، بس ابغى منك حاجه واحده زي ما وعدتني انت شلونك، وعدتني اللايك والاشتراك، ونسمي بالله مقطعنا نبدا. ليتس جو. تنويه بسيط يا جماعه الخير، الان جالس ابث 24 ساعه من اللحظة اللي تسمع فيها صوتي إلى 24 ساعة أنا بكون أبث وصلة واحدة وأنا صايم، تحدي أسطوري بحتاجكم تساعدوني فيه، رابط البث تحت، قاعد أبث بتويتش الآن، خلص المقطع وتعال أو تعال الآن. كمل المقطع مشاهدة. الله أكبر أنا نقول صريان، أقسم بمن رفع السماء أنه أنا، أقسم بالله أنه أنا، أقسم بالله. إيه بعدك الجيم هذا مرة بعدك. اوكي خذ زيك ما تطلع لي اسماء جوردن نزل تحت. انا مجنون يا شيخ زعلني والله من الجيم، جيمي هذا باذن الله انه جيم، والله الالعاب وعط رايك ابى العب اروق شيء في الحياه، ما راح استعجل ابدا. بس اقسم اقول لكم شيء، اصبت عن صندوق تعال تعال رياكتر على طول تفعل، معناته الامبوستر يسار الامبوستر اللي بيكون يسار هو الامبوستر على طول، اصول لعبه امونج اس الامبوستر بيكون يسار 100% الامبوستر بيكون يسار. وايد قاعد تسوي وايد، مو ملك، مو ملك شكله رسم برا الماب، مو ملك ابو ملك شكله نزل برا الماب، اللاندنج حقه برا الماب. عط البوم الله لا يوفق يبوي، يركض مسدس بيده. من هو؟ ايش؟ الزومبية تلحقني ومسدس بيده. انت غبي. طيب عرفت من هو؟ ما ادري والله بس اني حميت نفسي. حمى نفسه الله يبيض وجهه قبل شوي. حمى نفسه ولا فاز. طيب وين الامبوستر كان يا عيال؟ ريان. طيب ريان رايد قال ريان صح؟ طيب. تعال يا مريحة تعال تعال. الجماد الحجة. الله اللي حركة على شك فيه. اسلم. سكر. شك الله يعزك. وقف الباب. ايه في صياح. ريان قاعد يصايح. شنو؟ ايه. اجتماعتك وزياد سيادتك في اجتماع صايب مواطن ايكونومي مواطن اوكينومي مواطن ابو رامي مواطن اوكي اجتماع اضرب طاولة يرحم امك بالدهني اضرب طاولة اضرب طاولة بيرقصني اضرب طاولة. هل معقولة؟ الله يعطيك العافية، بس أنا عندي سؤال زياد، هل ضربة الطاولة فيها فلوس؟ هل أنت تدفع من جيبك فلوس مصاري في شيء؟ لا والله أنا متعمد بالغبط والله. طيب أوكي متعمد تمام الترول تمام. طيب يا جماعة أنا سحبت سحبة، ولكن قسما بالله أن الأمبوستر يوم سحبني أنه زلة العالمين. عندي أقول لكم الآن عندي طريقتين للتحليل راح أحله، أتمنى ما تقطعوني، أعطوني بس 60 ثانية أتمنى يا جماعة. التحليل الأول في اللحظة اللي أنا شفت فيها الأمبوستر، اللهم لك الحمد أحمد ربي على هذا الشيء، الباب كان مفتوح، كان سليمان يحط الأغراض اللي جايبها من البقالة لي. إيه في صياح. ريان قاعد يصايح. شنو؟ إيه.
في اللحظات هذه انا قاعد اسمع اي الله يعزك اي الله يعزك الله يعزك مين اللي قال يعزك ثواني ريال وراكان قاعد اسمع تعزيز عمري ما سمعته اتمنى تعطيني وقت اتمنى تعطيني وقت لو سمحت لا تقاطعني قاعد اسمع تعزيز مو طبيعي الله يعزك الله يعزك قلت تمام ما في مشكله الله يعزك كنا واقفين عند باب الالكتريك انا ورايد وابو ملك وزياد كنا اكثر من شخص واقفين عند باب الالكتريك اول ما فتحنا باب الالكتريك واثناء التعزيز لقى جثه مستوعه على الارض رايد مستوعه على قدام عيني لكني ما اكتفيت لا والله في اللحظه هذه وانا اسمع تعزيز الله يعزك دخلت لقيت ريان واقف والطياره فوق راسه ريان واقف والطياره فوق راسه قلت امنا بالله يمكن ريان خايف قاعد يصايح في اللحظات هذه انا انرفعت من الارض يوم انرفعت من الارض مريت على الماب كامل شفت صهيب شفت رامي شفت زياد شفت الكل ما عدا شخص واحد اللي هو راكان واللي كان ريان مخيم معاه وقاعدين يعزون البعض اتهام مباشر على تعليلي هذا الى راكان راكان برر تفضل لا 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 دقيقه برر اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميع كلمه الله يعزك هذه غير صحيحه وهذول العيال برا قاعدين يلعبون طايره هذه حطوها ببالكم العيال قاعدين يلعبون طايره افتح الشباك احمد افتح الشباك واسمع افتح افتح الشباك اسمع الله يعزك اقول القلوب كيف انا اعطيتكم تسجيل يا جماعه طيب ريان مثلا سؤال اوكي اوكي قبل تكون سكيب ريان سؤال ريان ريان سؤال ريان سؤال طيب ثواني 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 ريان ايش كنت قاعد تسوي والامبوستر قدامك ايش قاعد تسوي علمني رايح بضغط ذا المقابله الميتنج المقابله الميتنج ليش ليش واقف ما قاعد تتحرك ليش واقف ما قاعد تتحرك يا حبيبي قاعد ركز في الواضح انا اقول سكيب يا عيال الله يقطع ابليسكم هذا كله سكيب والله يا عيال اوكي 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 لا تعال لا حد لا حد يحلف لا حد يعني جماعه دخلوا عز بالله يا اخي اقسم بالله ها سلاح مفتوح ذا بعد ركان الامبوستر جوردن ولا احلف لكم انه ركان احمد احمد طاهر احمد تترك تكفى الله يعذ ارضك لا 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 خله 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 ابضمن بمشي معه بمشي معه بمشي معه بمشي معه صدقوني يزيد ما شفته هلا يزيد شفته يزيد شفته يسوي المهمة سوي المهمة خلنا نشوف البار يمتلي ولا لا سوي المهمة الله يقلعكم يا شيخ والله لا ضيح بهم واحد واحد والله لا سوي بحركة ما شفها في حياته ما يسوي مهام ما يسوي مهام طيب قسما بالله اني جالس عندك ما اتحرك يلا دقم ايه ركان ركان شفني كلهم عارفين ان انت حلو انبحها بالباس بس انبحها بس تسمعوا صياحهم ريان وركان مثيمين عيال والله انا مثيمين شوف تكفى تكفى الحمد لله ايوه ايوه صوت اوكي 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 اعطيني ثواني اعطيني ثواني اسمعوا انا وزياد قاعدين نمشي مع بعض نلحق ركان ركان مسك الكمات صدع صدع احنا واقفين عنده ما تحركنا طاب الفزعه وقاعد اسمعهم جنبي بالغرفه يا عيال جيراني يصيحون ايش يسوي بتحول مذبحه راح دخل البنت وطلع انقلب يطقطق علي يبغى يهيني بس اقسم بالله ما يهيني تحول جاي يبغى يذبحني ذبح زياد بالغلط ثم جيت انفتح الباب ابغى اهرب من من السكيورتي طلع الشتقن مين واقف عند الباب ريان يبغى يذبحني يذبح ريان ريان الله 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 ركان الله يا ركان يا ابو لعب كنت تسوي شيء ها يا ركان يا ابو لعب ورب الكعبه يا ركان انك من أسوأ اللاعبين شفت في المدار ضرب التبان بدون منازع تعال 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 اتحداك تذبحني تعال او رب الكعبه لا اذبحك او الله العلي العظيم لا اذبحك بسم الله نعم تروك
بطني وجني بطني وجني بطني وجني بطني وجني. طيب يا ركان طيب يا ركان طيب. أنا عندي طريقة لعب يا جماعة بستخدمها لكم جاهزين. ما أحتاج أتعب نفسي يا ركان. نرسل الزومبي على ركان. روحوا يا رجال روحوا. تعال بسوي مهمة طويلة هنا بسوي مهمة. زومبي زومبي الله يعافيك. زومبي زومبي تعال اذبحك انا هون. ذبحت بالبكاكس ذبحت بالبكاكس يا اخويا. اصبر يا اخويا. ايوه اسمع صياحك اسمع. ما خلصت لا ورب الكعبه ما خلصت. اصبروا حبه حبه لقطكم. اول شيء برجع طبيعي كاني مواطن. اصبر اصبر السلام عليكم. احد مات يا جماعه؟ ايوه في مات. مين مات؟ صايبي اسطوره. ثواني ثواني لو سمحت خليني اتكلم. مات ابو ملك. تفضل. في زومبي هجم بعرش عمين حلو كان يركض ورا ريان. اتوقع على ركان. حلو على ركان. المهم مسكت إيه؟ البيكاكس معاي ضربت على وجهه قتلته. حلو بس ايش واحد ثاني. طب معكم بيكاكسات اضرب الزومبي يا جماعه. ما معايا انا با معايا واقدر اضرب. طيب يا عيال انا عندي تحليل. يا عيال انا عندي تحليل. يا عيال انا عندي تحليل تمام. ابغى بسوي تحليل وبس بعدها بس. ركان قبل لا يموت قبل اول ما بدا الجيم قال اذا انت امبوستر تعال تذبحني تمام. معناته انه كان الامبوستر اون فوكس انه ركان يموت عشان يجي يسس علي. ولكن هذه الحركه حركه واحد ذكي. معليش صهيب صحيح انك انت على عيني وراسي فنان لكن الحركه انك تذبح الزومبي ترى عادي. بنت الزومبي تقدر تتحول زي ما شرحنا في بدايه الجيم وترسل الزومبي وترجع مواطن طبيعي. فممكن انك انت طلعت الاكس وذبحتها وكملت على انك مواطن بريء وما لك اي مشكله. ليه بنت الزومبي ما هاجمتك؟ اذا انت قريب منها تقدر تهجم عليك. اشمعنى خلتك وتركتك وراحت عند ركان؟ مو بمنطقي صهيب. برر واقنعني وانا بسكت. خلاص انا صدقت نفسك اصوت على نفسي. لا 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 لا, لا اقنعني انا لا لا تصوت على نفسك. مو بس اتهامك كبير علي. اوكي صهيب ابيك تقنعني. لا والله انا ما ابغى اطلعك من بدايه الجيم واضربك حتى لو انت مواطن بس اقنعني. انا بلعب اصول ابغى العب اصول لعب نظيف. ليه ما هجم عليك الزومبي؟ مو معقوله يعني. طيب ليش ما هجم علي؟ ايه القاتل بيقدر يحدد عمين يهجم. هو ليش مو انت اللي هددت على ركان ومشيت طيب جنبه؟ وبعدين الزومبي مش من عند القاتل اجوا من اقصى اليمين وانا كنت موجود في النص عندهم. مو شرط لو في بدايه الجيم لو انا القاتل كان مهجمهم من اليمين بس بدي اركض من تحت واجيهم. انا كنت جوا بالرئاسة. الزومبي يطلع من الكافيتيريا نفس ما شرحنا في اول الجيم ما يطلع من اقصى اليمين واليسار. مش جنب القاتل يا حبيبي. عندي كلمه لو سمحت ممكن تضرب. عموما اسكب بس انا مو اتهم على صهيب لا نصدم ولكن يعني فقط تحليل. اذا ضبط مقطع يوتيوب قوي مره يمكن يجيب لي مليونين مشاهده. ابكسب ابو ملك يا جماعه. بكسب ابو ملك مره. لا ابو ملك ان شاء الله انك ما تمعرك تعرف ان هذه ما تتحرك. يا رب رامي احمد هنا. ابغى احجم صايب. هذا الصندوق. طول لازم اطلع. اوكي شاف محمد. طول لازم اطلع. اوه خربت. ترى من وين؟
هذا رايد تقرب اسلم 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 بنت الزومبي اسلم اللي قدام يكنو اكنو زومبي يا زومبي الله يعزك طيب تعال خد ها وحده وحده لا ارم 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 سك معك بكاكس بكاكس معك بكاكس يا خفي معك بكاكس زومبي العيال يا زومبي العيال لا يا خبي اهرب 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 يمين يسار يمين ايوه هذا 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 بتسوبي هذا بتسوبي اسمعوا يا عيال اسمعوا والله يوفقكم ليتكم اسمعوا يا عيال والله قاعد افقع والله يا العقري يا اهرب 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 ابي تسوبي صهيب بري ويكنو بري صهيب بري يكنو بري صهيب بري يكنو بري مقفل هذا الباب جثث بكل مكان ما قدام ما قدام ما قدام جثث بكل مكان خذني من الغيوم واخذني في الحمار ريان ريان انا بري ولا لا ريان ريان طيب عملت سكان قدامك ولا لا قدام عيني قدام عيني انا بري ولا لا عيني قدام بري 100% طيب بص بص ثواني واحد بري 100% صحيح بري 100% يا احمد يا ريان واحد منهم يا رايد يا احمد لا يا رايد يا شنق طيب نهدي نهدي وش السكان يسويته صهيب كان المدبي المدبي وين سكان المدبي ما كان المدبي اللي بتعمل سكان على جسمك ريان كنت معاه ايوه والله رايد انضم رايد انضم من ريان لا لا ضرب صهيب فقط ضمنت موتك طيب ريان 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 ركز معي ريان انا ما بيك الان توصل في مرحله التصديم هل صهيب سوى قدامك الحركه دي وشفت الاشعاع طلع منه ايه شفت الاخضر ايه اشعاع الاخضر لا تصدم يا ريان ترى يمدي يسويه حتى هو مو بتصديم معي انت ترى تفرق مره هل البارت هل البارت تغير صهيب انت بتلف وتحطها عليه لكن انا صامل ان عليك انا صامل 100% ان انت صهيب طيب ما يمكن انا صهيب مستحيل اصوت عليه وانا شايفه رايد رايد استرسل احمد من اليوم نازل يحول علي صهيب صهيب ايوه صهيب انا من اول تحليلي انا صامل عليك مهما صار انا صامل عليك اصبر انا عملت سكان قدام ريان وريان كان الزومبي هاجم عليه وذبحته بعدين بعدين بنت الزومبي بنت الزومبي اجت وكان رايد ريان ريان طيب عادي بنت الزومبي من اول راوند قاعد تلف وراك يا صهيب مو معقوله مين قاعد تلحقك ليه مو قاعد تلحقك بنت الزومبي لانه انت بتحول لا انت الزومبي انت الزومبي ليه ما يلحقك مليون بالمية الزومبي يلحقني طيب يا عيال انتوا انا اوكي الان اتهامكم على اساس انه علي ما عندي مشكله طلعوني بس انا بقول لكم شيء يا انت يا رايد لا 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 لا, لا. انا اقول لكم مو برايد ريان مو برايد مليار بالمية مو برايد صهيب 200% 200% صهيب 200% تبي تصوت سكان حتى السكان مو باصل هودكم عليه بكيفكم تبون صوتوا علي صوتوا علي انا اقول لكم 100% صهيب ذبحه اخوك بديت الرعب يا ريان انا علمتك يا ريان ريان لا يلعب عليك معناه بس سوى سكان بيفوز بالجيم تطلع غبي تبي تطلع محتوى على ظهرك انا علمتك يا رب لاول مره يسمع كلامي لاول مره يسمع كلامي تخيل انا يا صهيب تخيل انا والله مسحتكم مسح يا عيال والله مسحتكم مسح والله يا لعب الحمد لله ما في مشكلة زي ما انتم شايفين المود يا جماعة متعب 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 يا رب ينزل لي في مكان كويس ترى اقدر يا جماعة اني حتى وانا مواطن استخدم الاكس حقي نفس فورتنايت بتشوفونه الان
حلوة يا عيال حقت الطبة ذي والله مرة حلوة. أوزع الصندوق. رايد نازل بدري. هلا رايد. هلا هلا. شوف أبغدا أحمد. شوف أحمد كيف بيشك فيني. زين شوفوا كيف بيشك فيني. زيان أنجولا. أنجولا يا زياد الله. ما معايا على الولدي ضايع انجولا الحولة تلعب فايت جوردن العم يقفل اي فم يدوس على انجولا وما يهتم. انجولا يا انجولا تعالي امتي موجودة انجولا ما شفتها. شوف يرجع زياد تحت رايد يلحقني من اليوم ما قلت بغيفة صندوق رايد ما يدري انه ما يمدي المبوستر بس يكون هو المبوستر بغيفة صندوق اذا افتحها يا عيال معناته هو المبوستر. اي رجع رجع من شكريني شكريني قلبي يقول الله شكريني حساس انه شكريني في زيد بغيفة صندوق. اها رياكتا توا يشتغل ولا وش نسوي كلنا هنا والله العموم يا ماسك سروال الثاني يزيد ابو ملك ركان ورايد العموم ماسك سروال الثاني. قفل الباب شكل واحد يموت. رامي هنا وصاهب عندي. رامي وصاهب ورايد عندي. والله اوكي شفت خمسة عندي تقريبا. الحمد لله يا ربي سامحني يا الله. الحمد لله ابو ملك قدام عيني انا وركان قدام عيني. هذا هذا ترول متيمين مع بعض. انا وريان كنا عند البطايق. وش الغرفه هذيك شو اسمها؟ الادمن. الادمن كنا في الادمن. ايوه انا وريان جالسين قاعدين نسوي مهمه الكارت فجاه يدخل عليه السكيلز عشان يبي يقطع اللي قدامه إيه؟ ويدخل ونهاش انا ونهاش ويجي يشوف موت ابو ملك بالنص. بس صدق ما شفنا والله ما عرفنا منه. راح يسوي امرجنسي ميتنج. طيب صبر 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 انا وش يضمني ان ريان وركان مو قاعدين يتيمون الان ويسمعون محتوى. براحتك لا تصدق براحتك. طيب ما في طيب اسمع شفت واحد بري انا اقدر اقول كلام شفته قدام عيني. انا اتوقع اني بري صهيب. القتله صارت قبل الاجتماع على طول. ايه ثواني اربع ثواني معناته انا كنت اقصى يمين الجهه اللي اقصى يمين كان عندي صهيب كان عندي رامي كان عندي رايد كان عندي ايكونومي الأربعة هذول ما كانوا عندنا ركان ريان زياد زياد ورامي رامي ما شفتك ولا أنا لا إذا أنت كنت بتساوي لا ما كان موجود رامي ما كان موجود ورامي بعد ما كان موجود دقيقة لا لا دنيا رمضان أول إشي أوكي صبر عشان ثاني إشي دخلت على صهيب ورايد وكان يساوي باي بالتبعت الأرقام لا ما شفتك ما شفتك يعني الحين أحمد عليك صص على أربع أشخاص صح لا هذول نضمنهم يا ركان لا رامي أنت ضمنت على هاللي ذكرت مو ضمان لا مو ضمان فأنا ما أضمن ما أقدر أضمن بس كانوا جنبي ما أقدر أضمن صراحة يمكن اول شيء انا اقول سكيب سكيب الصص على زياد وركان ويا ابو ملك ومهم انا كيفك ورامي يا عيال ابو ملك على كيفك رامي اوكي تفعل عندي الاكس يا جماعه تشوفون الاكس هذا اقدر اكسر فيه بنايه اذا فيه اذا بنى له بوستر اقدر اكسر فيه من ذا اسلم اسلم يا الاقلاع الجوي احمد شوف الطيارة احمد شوف الطيارة احمد اسلم يا الاقلاع شفته رايد شفته اسلم يا رايد اسلم لا رايد مواطن ورمشتنا بيذبحني ورمشتنا بيذبحني يا رايد تكفى يا رايد طيارة بطير
رايد تكفى يا رايد، رايد تكفى. ريان بريء وركان بريء. تكفى يا رايد. وريان بريء وصهيب بريء. تكفون يا عيال، يرحم امكم. حمل الدين، حمل الفيلم. يا 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 انعس انعس، خطبه خطبه، طلعهم برا بريء، طلعهم كلهم برا. اضربوا اجتماع يا عيال، اضربوا اجتماع يا عيال، اضربوا اجتماع. هذي مواطنين، رايد مواطن، راكان مواطن، رامي مواطن، ريان مواطن. انجولا وينها؟ انجولا الامبوستر، انجولا الامبوستر، زياد الامبوستر. اضرب اجتماع، اضرب اجتماع. مو معقول قديش يحتاج الواحد يضرب اجتماع. مو معقول، مو معقول قديش. انا عندي اتهام، انت فكره يا انا عندي اتهام، انت فكره، هو عندي اتهام. اوكي، اول شيء الامبوستر هو عنده فكره، الله يعطيه العافيه، يبغى يشيلنا كلنا بالشبك ويطلعنا كلنا برا الماب، بس لعله هجت يوم تعبنا كلنا. يوم اني مشيول من الشبكه جماعه الخير، كان قدامي رامي صهيب، ريان رائد، راكان، اس اكس بي اكونومي. الامبوستر هو انجولا، وانجولا شخص واحد فقط. تفضل انجولا برر قبل احد يصوت عليك. ما عندك تبرير؟ طيب انت تسوت عليه، لا تسوت عليه، لا حد يصوت عليه، لا حد يقول اسمه، لا حد يقول اسمه. اسكب 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 اسكب، لا حد يقول اسكيب 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 على راسه. ايوه ممكن يصوت على راسه. يا الله يقهر، قسما بالله رايد رايد رايد. ابي اشيلكم كلكم والله. انجولا زياد، والله جبتك انجولا، انبسطت والله. الى هنا يا جماعه الخير وصلنا نهايه المقطع، اتمنى استمتعتوا بمقطعنا هذا اليوم. صحيح ما جاب الامبوستر وين، لكن العيال معرقوا بشكل مرعب، ترى قاعدين بثث مباشره. واعيد واذكر، ترى يوم السبت اللي هو وقت ما تطالع فيه المقطع بس 24 ساعه. اذا خلصت المقطع تعال عندي بتويتر. يا ابن عندك تحسبني اكذب، انا قاعد ابث الان بث مباشر، افهم علي. رامي لازم توضح لهم وتطلع لهم القناه، 24 ساعه بث متواصل. انا ورايد، انا الان على الهواء انتظرك، تعال اعطي رايك بالمقطع، وجيب مسلسلاتك وفرحاتك وافطر معنا، احنا بتويتش الان. شوف الشات يعني ذا، واللايكينج والاشتراك، الرابط تحت، تعالوا لنا ها الان، قاعدين نبث وانت قاعد تطالعني 24 ساعه. السلام عليكم.